طب تعالوا بقى نشوف الخطيب لما سأل الناس في الشارع هيقولوا لنا ايه. قبل ما تبدا التصوير ثانيه قبل ما تبدا ايه الاسئله؟ انت جاي دلوقتي تبلطج علينا يعني؟ تعالى فين يا باشا. ست اخوك كده؟ لا ده ابن اختي. يلا يضيع في داهيه. طلع ايدك من جيبك وانت بتكلمني. اسمك ايه؟ حازم حسام. حازم حسام بتقدم في الجيش؟ لا لسه. هلزق فيك اكتر؟ ايوه لا ما تلزقش عشان العرب. الست المفروض تغير ايه في شكلها بعد الاربعين؟ يعني ممكن تغير ايه تاني في شكلها؟ ايه تاني انت قلت ايه اولاني؟ يعني تهتمي بقى ببشرتها وجسمها. فجأة بعد الاربعين تهتم؟ هي هتنفع تاني بعد الاربعين؟ على حسب بقى شكلها عامل ازاي في الاول. كل حاجة مش من هنا. من منين؟ لازم تغير كل حاجة بقى من شكلها. قطع غيرك كلها ايه؟ بقى شوية شفط على شوية حاجات كده. حاجات الكومبو اللي مع بعض العملية اللي هيك فيها كل حاجة. كانت حافظ على اللايف ستايل بتاعها كأكل. مين بيحلو مع الزمن الست ولا الراجل؟ الست طبعا. ايه يا حبيبي ايه ده؟ انت داخل على الست على طول؟ لا الراجل شعر ابيض بقى وكده. العذراء والشعر الابيض. الراجل طبعا. الراجل. لا الست. ملبلب ومتلجلج. الست. الست بتحلو مع الزمن. بتحلو. لا 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 الاثنين طبعا. الراجل مع الزمن بيحلو. الراجل زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. انت مثلا شكلك وانت صغير جدا كبير حلو. انا شكلي وانا صغير يا باشا؟ انت شفتني يا باشا؟ ده انا عندي صوره بالمايوه في العجمي. هو قال لك ايه؟ لا مش هقول. اصل جاب سيره ست مامتك او حاجه. مين اجمل ست فوق ال 40 شفتها؟ فيش غير امي. في ممثله بس ناسي اسمها. استنى بس. طبعا شكلها ما يروحش من بالك. لا في الحقيقه ما شفتش. ولا عندكم في العيله؟ ولا عندنا في العيله. جابت من الاخر شوشو خلاص. ممثله؟ بص بقى في كتير. انت كده انت. لا في كتير. مين بيعجبك؟ هيفاء وهبي. شيرين رضا. صياد الولد. انا منى زكي بتعجبني كان هي محافظه على نفسها لحد دلوقتي. تفضل محافظه على نفسك كده ولا تعدل؟ لا 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 الله عليك الله عليك. هيفاء هو في ايه العلم الحمد لله.